بالخير أحييكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، نأخذكم للتعرف على آخر المستجدات الرياضية، وهذه الحلقة التي تبث لحضراتكم ستكون مخصصة بالتأكيد للحدث الأبرز على المستوى الرياضي، هي خسارة منتخبنا الوطني في مشوار تصفيات مونديال روسيا للمرة الرابعة. اليوم مشاهدين الأحبة سنتعرف على آخر المستجدات لما بعد المباراة، وأيضا إلى ردود الأفعال وبعض أعضاء الاتحاد لما تحدثوه وأبدوا رأيهم بالمدرب وبقضايا كثيرة. قبل أن ندخل في تداعيات ما بعد خسارة منتخبنا الوطني، لابد أن نتحدث للجميع والكل يعرف ديدا مجموعة قنوات الشرقية وبرنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز بأننا لسنا ضد أحد من الشخصيات الرياضية معاذ الله، بقدر ما نحن نبحث عن الحلول الناجعة ونشخص السلبيات التي نحاول أن نضع النقاط على الحروف فيها لنصحح المسار، وبالتأكيد هذا هو دور الإعلام الرياضي، هذا دور السلطة الرابعة الصحافة، وبالتالي نرجو من الجميع أن يتسع صدره. نحن لسنا ضد راضي شنيشل على الرغم من أنه ارتكب خطأ بحقنا كإعلام كبرنامج، البرنامج إلى ثقله بفضل الله تعالى بمتابعتكم القيمة، البرنامج مشكل حضور بشارع الرياضي العراقي، وبالتالي نحن هذا البرنامج نستثمره لدعم الكابتن راضي، لأنه راضي مهمته وطنية مهمته عراقية، وبالتالي نحن لسنا ضد استهداف شخص معين، ولكن عندما الرجل يخفق مرة ومرتين وثلاثة علينا أن نقول له يا أخي العزيز هذه أخطائك، يا أخي العزيز هذا موضوعك. موضوع الإقالة ما نقدر احنا نتبنى قضية إقالتك، ولا احنا نقدر نتبنى تيار ضدك اطلاقا، لانه احنا مو اختصاصنا نقيل ولا اختصاصنا نعين مدرب، الاعلام الرياضي المرآة الداعمة لكل الرياضة العراقية، وبالتالي الاتحاد حر فيما يراه مناسبا. اذا كان راضي هو من وجهة نظر الاتحاد يستمر بمهمته، اعتقد هذا صلب واجبات الاتحاد، لكن الان الشارع الرياضي العراقي، الصحافة، الإعلام، كلها لديها تحفظ على وجود واستمرار راضي شنيشل في مهمته، وبالتالي نحن مهمتنا أن ننقل واقع الحال وما يدار بالشارع الرياضي العراقي عبر الفقرات اللي راح تشاهدوها في حلقة هذا اليوم. وأول شيء نذهب إلى تداعيات خسارة المنتخب الوطني أمام شقيقة الإماراتي. طبعا الفريق العراقي الكل يعرف، راح نشاهد لقطات زميلنا المخرج إلى خسارتنا أمام الفريق الإماراتي الشقيق في استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بهدفين دون رد. هذه الخسارة التي أبعدتنا بنسبة كبيرة عن حلم التأهل إلى مونديال روسيا 2018، في الوقت اللي كنا نتمنى أن نخرج بأضعف الإيمان التعادل أمام الأشقاء الإماراتيين، لكن للأسف الشديد الفريق ظهر بحالة يرثى لها، ظهر الفريق العراقي ضعيفا جدا، لا يتناسب هذا المستوى واسم ومكانة المنتخب العراقي، وبالتالي نحن تحدثنا ونقلنا وجهات نظر الشارع الرياضي العراقي من مسؤولين، من شخصيات رياضية، من كثيرين، أنه هذا المنتخب العراقي لا يمكن بهذا المستوى المتواضع أن يتأهل إلى كأس العالم، وبالتالي للأسف الشديد بعد أن وعدنا الكادر التدريبي الظهور بمستوى، ووعدنا أن الفريق العراقي له شخصيته داخل الملعب، والفريق العراقي عكس كل التوقعات، ظهر بائسا، لم تكن هناك لمحات تؤكد أنه هذا هو الأخضر العراقي، ذولا أسود الرافدين للأسف الشديد، وبالتالي أكيد الكل يجمع أنه الكادر التدريبي هو من يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة. إذن للأسف الشديد هذا حال كرة القدم. نبارك الأشقاء الإماراتيين، فازوا على فريقنا بأقل مجهود وبعنصر اسمه عموري، هذا اللاعب اللي إحنا قلنا قبل فترة من مباراتنا أنه هذا اللاعب ترى هو مكمن الخطر، يا جماعة الخير، يا كادرنا التدريبي، يا أخوي راضي، اللي أنت لا تأخذ حجاية ولا تأخذ نصيحة. وبالتالي عندما يكون المدرب جاف بهذه الطريقة، لا يتقبل النصيحة من الإعلام، ولا يتقبل الأخذ والعطب الكلام، ولا يتقبل كلمة، ولا ما يصير
ما يصير. الله سبحانه وتعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. يعني يا أخي العزيز لازم تأخذ وتنطي بالحكي. بعدين أنت جايب لك 3-4 مساعدين محددهم، يعني هم ما جايين يسوي لك إحماء، المفروض تشركهم، المفروض تنطيهم دور أوسع، المفروض. وبالتالي أنت التهيت يا أخي العزيز، وأرجو أن يتسع صدرك لما نتحدث به. نحن محبين لك، نحن الآن ما عندنا شيء وياك، أنت ابن العراق، ولا أحد يشكك بعراقيتك، ولا أحد يشكك بوضعك، لكن أنت الآن اعترف بالفشل، أنت لم تكن أهلا لهذه المهمة. وبالتالي حتى إحنا يعني يؤسفنا أنه اتحاد الكرة غامر ووقع عقد 3 سنوات معاك، ويعرف الاتحاد أنه الشارع العراقي يغلي، الشارع العراقي يحب نتائج، الشارع العراقي يريد مستوى. بس إحنا لو خسرانين، خسرنا ويا اليابان، بس كل الجمهور صفق لك، لأن الفريق العراقي كان فريق كبير، رغم أنه أنت تتحمل جزء أيضا من الخسارة، لكن خسرنا أمام استراليا وأنت تحمل المسؤولية، خسرنا أمام السعودية وأنت تحمل المسؤولية، خسرنا أمام الإمارات وأنت تحمل المسؤولية، في الوقت اللي الناس تقول ليش الكيل بمكيالين، ليش أكرم سلمان اللي نوجه له التحية خسر مباراة تجريبية أمام اليابان بدون محترفين، في مباراة لم يستعد إلها، مع العلم هو غالب الكونغو وعدل من مستوانا على المستوى الآن تسلسلنا 126 يا جماعة الخير. في عهد أكرم سلمان وصلنا للثمانينيات بالتسلسل للفيفا، وبالتالي أقيل أكرم سلمان، وهذا الرجل خسر التجريبيات وخسر الرسميات وخسر، والرجل يعني عنده مشاكل كثيرة، مدى يستقر على تشكيلة، مدى يستقر، وواحدة من عوامل الاستقرار هي الاستقرار على التشكيلة. ما يصير إحنا لعبنا 5 تشكيلات خلال 5 مباريات، يعني ماكو شيء ما عدا محمد حميد الحارس، غيرنا بالدفاع وغيرنا بالوسط وغيرنا وغيرنا وغيرنا، يا أخي ما أعرف شنو هذه، يعني هذه ما أعرف، أنت حر. مشاهدين الأحبة، أيضا اتحاد الكرة العراقي بين نارين، نار إقالة راضي في الوقت الحاضر والاستجابة لمطالب الشارع الرياضي العراقي، وبالتالي دفع كل المستحقات لراضي وكادره ما يعادل 700 مليون دينار. هذا المبلغ بصراحة هو من يقف عائقا أمام اتخاذ الاتحاد بقرار إقالته. رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود تحدث لوسائل الإعلام ما بعد مباراة العراق والإمارات، وقال إنه الاتحاد العراقي عنده اجتماع سيكون بعد 40ية الإمام الحسين، والآن أكو حالة استنفار بالشارع البغدادي بالشارع العراقي، وبالتالي الاتحاد سيجتمع قريبا أو يوم 3 المقبل راح يكون اجتماع للاتحاد لمناقشة تداعيات بقاء راضي من عدمه، وأيضا مناقشة بعض الأمور. عندنا 3 أشهر إلى مباراتنا المقبلة مع استراليا اللي راح تقام في ملعبنا المفترض في استراليا، وبالتالي الاتحاد عليه الآن أن يتخذ القرارات. لكن أيضا هذه القضية هي قضية مهمة جدا، والاتحاد يقول لك أنا ميزانيتي خاوية، أنا ما عندي فلوس، منين أجيب 700 مليون؟ وبالتالي أيضا راح ندخل في محاكم. هذا الموضوع بصراحة يعني هو من تحدثنا عنه يعني بأمور واسعة، وإحنا نطلب من الأخ راضي بصراحة الآن تشوف الشارع ضدك للأسف، الإعلام عندما أخذ عليك مو ضدك، ما أقدر أقول لأن أنا ما أقدر أتمنى قضية، لا إحنا بالنسبة لنا مو ضدك، إحنا مع كل مدرب يقود المنتخب وعند المواصفات اللي تحقق لنا النتيجة، وبالتالي احنا مو ضد شخصك نهائيا، لكن الآن أصبح العمل واستمرارك بالمهمة صعب، صعب جدا، وانت من النوع اللي تتأثر بردات الفعل. لكن يا أخي أذكرك أنه أنت قطر، نادي قطر القطري بعد سوء النتائج وياه، وانت قدت تنازلت عن كل حقوقك للأشقاء القطريين وقلت لهم يا بتبقى علاقتنا طيبة، وتنازلت وطلعت وجيت استلمت المنتخب. الآن أنت عراقي وإحنا عندنا أزمة مالية، في حال يعني إذا استمرت الضغوطات عليك أن لا تكلف خزينة العراقيين 700 مليون أو مبلغ أو فأيضا ننتظر ردة فعلك يا أخي العزيز مستقبلا، وأرجو أنه تفكر بالمصلحة العامة على حساب، لأن أنا أدري بيك شخصيا أنت مو مادي، هاي واحد يحكيها لله، أنت رجال الآن يمكن تسمعني، أنت ما تدور مادة، لا معاذ الله، ولكن الآن القضية قضية عراق، وإحنا عندنا خواب الميزانية وفلوس ما عندنا، يعني القرار متروك لحضرتك، والكل يقولون حافظ على تاريخك واسمك واطلع بوجه الأبيض.
يعني هذا الشارع دي يقول هيك يا أخي العزيز، وأنت حر أكيد. أيضا مشاهدينا الأحبة، تداعيات ما بعد الخسارة للأسف الشديد، يعني أعضاء بعض من أعضاء اتحاد الكرة تحدثوا لوسائل الإعلام يمكن بأمور كنا نتمنى أنه يحكوها فور ما تسلم راضي شنيش المهمته مدربا للمنتخب. الأخ العزيز أبو علي محمد جواد الصائغ تحدث في وسائل الإعلام العراقية في اتصال هاتفي، وإحنا أخذنا الاتصال ورح نعرضه لحضراتكم، أنه حمل اتحاد الكرة وزملائه مسؤولية تسمية راضي شنيشل، لأن هو كان أحد المعارضين. أنا أول مرة أسمع أنه محمد جواد الصائغ معارض لتسمية راضي شنيشل. كنا نتمنى أنه هذه المواقف تطلع بالبداية من الاتحاد، قعدك 3 سنين أنت عضو اتحاد، طلع اطلع احكي. وإحنا وجهنا الدعوة على فكرة لكل أعضاء الاتحاد وقلنا لهم تعالوا مرحبا بكم احكوا إذا عندكم رأي. لكن محمد جواد الصائغ للأسف الشديد أيضا تكلم بمفردة ما كنا نتمنى أن يطلقها على الإعلام الرياضي العراقي. لست بدفاعا عن جميع زملائي، لكن كل جميع زملاء الإعلاميين هم في خدمة العراق، لكن ما للإعلام الرياضي العراقي لا يفرق بين الحق والباطل، هاي كلمة مردودة عليك أخوي أستاذ محمد. وإحنا في برنامجنا دائما ما نسعى إلى أن نخلق حالة التوازن، وأيضا أن نمسك العصا من الوسط وندعم المصلحة العامة فوق كل اعتبارات. نتابع ما قال محمد الصائغ بالحرف الواحد ورح نناقش. نذهب إلى اتصاله. قولها بكل صراحة وبكل جرأة، هي القرار الخاطئ الذي اتخذه الاتحاد العراقي لكرة القدم بتسمية المدرب راضي شنيشل في ظروف غير طبيعية وفي فترة غير زمنية منصفة بهذا المدرب. والدليل على ذلك أن الأخ راضي شنيشل وفي تصريح له قال أن تحملت مسؤولية المنتخب يوم 25/8، أي قبل مباراتنا مع أستراليا بخمسة أو ستة أيام. هذا الخلل يقع على مسؤولية الاتحاد بتسمية المدرب راضي شنيشل وبالآلية التي فرضت عليه بأن يدفع إلى عدين المنتخب الوطني الأصل إلى المنتخب الأولمبي ومشاركته في بطولة ريو. والدليل على ذلك بأنه ما حصل من إعداد إيجابي جيد للمنتخب الأولمبي لم يحصل عليه. أنا طالبت الاتحاد في اجتماع رسمي، طالبتهم بأنه طالما الإعداد مع المنتخب الأولمبي أصبح إعداد مثالي، عليه على الاتحاد أن يتخذ قرار بأن يذهب المنتخب الأولمبي بوحدته بكيانة بإعداد السليم. المن يذهب إلى المباراة الأولى لأستراليا وكذلك مباراة السعودية، ومن ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. إلا أن الاتحاد قد أغمض عينيه قتل الإعلاميين مع الأسف الشديد. لا تفارقون بين الحق والباطل، لازم تنصفون. أكو شخص اسمه محمد جواد الصائغ دعايته يتقاطع ويتقاطع مع الأولمبية ومع الاتحاد من أجل صالح العام. انصفوني. أنا أعلنت ألف مرة وأعلنها الآن أنا على تم الاستعداد للاستقالة على شرط أن يأتي للاتحاد من الذين خدموا الكرة العراقية في السبعينيات الذين هم بالخارج، وليس الموجودين الآن اللي يتربصون فقط بالاتحاد من عند الكرسي. نصيحتي أنا أبو اتحاد وخبير رياضي، نصيحتي للأخ راضي شنيشل في حال إبقائه على تدريب المنتخب أن ينسى التقاطعات التي حلت بينه وبين الكابتن غني شهد. هذا واحد. أن ينسى أن يتخذ التصفيات كأس العالم طريق وجسر لبناء منتخب عمره 3 سنوات. أن ينسى هذه الحقيقة على الأخيار سيجل أن لا يظلم الجيل الحالي الذي عليه اللاعبين من أمثال رمضان طارق أو ياسر قاسم أو آخرين. الآن الدولة الثانية عليها بقية حوالي 3 أشهر. أقول على حيث إذا الاتحاد أبقى على راضي شنيشل أن ينسى إعداد منتخب لمدة 3 سنوات.
هذا ما قاله الأخ محمد جواد الصائغ ونقلناه بالحرف الواحد. إحنا ما راح نعلق على ما قاله، يمكن حتى ضيق الوقت وننطي مساحة أكبر لضيفنا المتواجد معانا الآن واللي راح ننتقله بعد قليل، لكن أوعدكم إنه إحنا راح نناقش هاي التصريحات الخطيرة اللي حكاها. لكن عتبنا يا أخي العزيز أستاذ محمد، نكون لك التقدير والاحترام وأنت تاريخك كبير في عالم الرياضة وأنت تقول أنا خبير، ما يصير تطلق عبارة وتعمم إنه الإعلام كله لا يفرق بين الحق والباطل. لا يا أخي العزيز، إحنا الإعلام دائما ما نسعى إلى إظهار الحق ودعم الحق، فعلى الأقل كنا نتمنى أن تقول البعض حتى يعني ترمي الكرة في ملعب أنت من تراهم. مشاهدين الأحبة، أيضا كابتن المنتخب العراقي علاء عبد الزهرة نفى هذا اليوم الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن خبر اعتزاله دوليا، وأكد هذا اليوم في اتصال للشوط الثالث إنه جاهز للعب دوليا وإنه لم يعتزل ولا يزال مع المنتخب وقادر على المواصلة وتقديم جهوده لمنتخب بلاده. وأشار علاء الذي يبلغ من العمر 31 سنة، تحدثت عن تفكير بالتخلي عن شارة القيادة فقط ولم أتطرق للاعتزال باللعب دوليا، أما ما فهمه البعض بشكل خاطئ وتم وصفه باعتزال اللعب دوليا هذا أمر خاص بهم. أكيد استمرار كل لاعب بالمنتخب على ضوء عطائه في مباريات الدوري، نتمنى الموفقية والنجاح للخلوق على عبد الزهرة، لكن يعني إحنا نفينا على لسان الكابتن لأن هو وصل لنا هذا الخبر. أيضا مشاهدين الأحبة، لابد أن نضعكم في ردة فعل الشارع الرياضي العراقي إزاء خسارة منتخبنا وأيضا رد فعله إزاء الكادر التدريبي. يوم أمس بالتحديد جمهور بغداد، ورح نعرض لكم اليوم أيضا جمهور بابل زميلنا علي الفتلاوي اللي أيضا بعثنا بردة فعل جمهور محافظة بابل العزيز، ردة فعله كانت واضحة، وبالتالي اليوم راح نشاهد أيضا جزء من جمهور بغداد وما تحدث عقب خسارتنا أمام الأشقاء الإماراتيين. نتابع. مبارك المنتخب الإماراتي على الفوز، مبروك نقول لهم على أداء النتيجة العادي، يعني راضي شنين شيل شو طريقة لعبك 4-4-2، يعني احنا من 2004 لحد 2016 ماكو مدرب ورا عدنان حمد اجى لعب 4-3-3 كله لو 4-5-1، يعني مهند وحده يصعد، مهند عبد الرحيم يصعد نزل طابة ماكو لاعب يصير من عدة تبني المنتخب على تصفيات كأس العالم. يعني شو وقت تقدم على المنتخب؟ ليش تصفيات كأس العالم تقدم لك منتخب؟ شو وقت تقدم المنتخب؟ ليش؟ يونس محمود ماكو، يعني مسحب هذا حماس اسمه اسماعيل المطر، ايش كبره اسماعيل المطر وصاحب المنتخب. يعني ليش صانع العاب ما عندك نشأت من طلع نشأت لحد اليوم أنت ما عندك صانع ألعاب، مهاجم راس حربة ما عندك صحيح، يعني من 2004 لحد 2016 ما عندكم صانع ألعاب، ما عندكم مدرب بخير. طبعا صراحة هو كله صوت غاضش، ليش أكل لواعيب كلهم غابوا عن المنتخب وصوت الجولتي، خسرنا ويا اليابان، خسرنا 5 لعبات جايبين منها 3 نقاط، شنو السالفة؟ أكو شيء يدل على شيء، ليش ما ينزل حماد؟ ليش ما ينزل ذول اللواعيب؟ إذا هو شنو؟ هم كلهم متفقين، ناس تتفق ويا ناس تسوي الناس. هسه كوما لواعب هاي، ليش ما ينزل يونس؟ ليش ما ينزل حماد؟ اذا شنو اتفاق ناس تتفق الناس. بالبدايه طبعا هارد لكل هذه الجماهير العراقيه ولكم كاعلاميين وكرياضيين، وبصراحه اليوم شفنا المنتخب يعني فريق يلعب بدون استراتيجيه بدون خطه لعب، الخلل واضح، منتخب الامارات استحوذ على خط الوسط بالكامل، خطة لعب ماكو نهائيا، يعني طلبت الجماهير انه الخلل براضي، الخلل مو براضي حقيقة، لانه الاتحاد اذا طلع راضي راح يجيب الافشل من راضي، وهذا هو اللي تعودنا عليه من الاتحاد. الخلل الرئيسي انه الاتحاد الرياضة العراقية في خطر حقيقة. السبب الاول والاخير هو راضي شنيشل. هاي الجماهير احنا املنا الوحيد وفرحتنا الوحيده بالمنتخب، حتى فرحتنا وخرتوها من يمنا. راضي شنيشل 5 مباريات 3 نقاط، ليش؟ هجوم ما عندك، على ايش مجلب بي عمي؟ سرطان بالمنتخب، بدنا نلعب نقص، بس جاستن اليوم اللعبه كلها بس جاستن ميرام. ياسر ليش ما استدعيته؟ تقعد تفيك، والله مستواه مو زين، ارقى لعب يلعب هو، ارقى لعب يلعب. يعني شنو مشاعرنا؟ مشاعرنا يعني الامارات لعبوا لعب يخبل ومبروكين ويستاهلون الفوز، يعني 7 دقائق الطابه بين اللاعبين المنتخب الاماراتي ما يقدرون يقطعوها، باصات
ورئيس الاتحاد يطلعوه بالكاميرا نايم ما يدري اللعبه وياه من اصلا، ومهند عبد الرحيم ينفرد ما يقول، يعني فريق عاجز. ونطالب من الاتحاد ونطالب من وزاره الشباب تغيير يسوون لنا حل. يعني هاي احنا كم لعبه ويا الامارات خساره، ليش شالوا يونس محمود؟ ليش ما يرجعوا هذا اسماعيل مطرش؟ قد عمره اكبر من يونس ونزل ولعب وقول. راضي شنيشن يعني بس يوعد الناس حيقدم اداء جيد، وهذا كل شيء ماكو، هو يسوي لعبات وديه ويا نادي الاهلي قطر ومدري يامن ونادي ومنتخب قطر كله ونديات روسيا وهاي شغلات. وبعدين انت تقول على عبد الزهره خبره، زين على عبد الزهره انت ايش بده يقدم؟ خوي يونس احسن على عبد الزهره، اسحب ابعد على عبد الزهره واسحب يونس. اكو لعيبه هوايه، مدرب محلي ما نريد، جيب مدرب هاي اوروبي اشكال مدرب هاي مشربين براضي شنيشن. احنا ما نريد نرجع للماضي، لان زيكو راح، لان زيكو لو بقي كان هسه احنا فريق ما اقول لك عالمي، بس نصعد كاس العالم واحنا مترهين ويا اليابان واستراليا. ونرجع ونقول على عبد الزهره، على عبد الزهره ليش هاللاعب يعني الضغط يعني تشوف الجماهير كلها ضده. هم مطارق ليش مساحب؟ شكرا لكل ما تفضلت به اعزائي ومتابعينا. مشاهدينا الاحباء ايضا للحديث والتعرف عن رأي الصحافة الرياضية العراقية لتداعيات خسارة منتخبنا، يسعدنا أن ينضم معنا في استوديوهاتنا من بغداد الحبيبة وعبر الأقمار الصناعية الزميل العزيز جواد الخرسان الصحفي الرياضي. أخي العزيز مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. أهلا وسهلا بك زميل الأستاذ محمد وبكل المتابعين وكل الشارع الرياضي العراقي. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك زميلنا العزيز، ونرجو انه يستمع مشاهدينا ويخرجوا بفائده لما سيدور من حديث بيني وبينك ازاء خسارتنا. ولكن قبل الحديث مع حضرتك نذهب الى هذا التقرير اللي اعده زميلنا محمد الخفاجي من بغداد وعن تداعيات خساره منتخبنا امام الابيض الاماراتي، نتابع. الإصرار على الخطأ أكبر من الخطأ نفسه، وما يقوم به اتحاد الكرة من مكابرة وإصرار على خطأهم الذي اقترفوه بتسمية مدرب لم ينجح في تحقيق تطلعات الشارع الرياضي، فإنهم بذلك يتحملون وزر الإهانة التي تتعرض لها الكرة العراقية عبر الخسارات والهزائم المذلة التي كانت نتيجتها إقصاء المنتخب العراقي مبكرا من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم. الإبقاء على المدرب راضي شنيشل وملاكه المساعد يعد صفعة بوجه الشارع الرياضي والجماهير المطالبة باستقالته، سيما وأن أعضاء من اتحاد الكرة نفسه يطالبون بإقالة مدربنا الوطني وتعيين من هو أجدر منه ليعيد الكرة العراقية إلى سكة الانتصارات. 5 أشهر أو ما يقارب ذلك هو الفاصل الزمني الذي يسبق مباراتنا القادمة أمام المنتخب الأسترالي في أرضنا المفترضة، وهو وقت كاف لإعادة أوراق الكرة العراقية والمنافسة على المركز الثالث كأضعف الإيمان، إلا أن ذلك لا يتحقق إذا بقي الحال كما هو عليه. بغداد الشوط الثالث، محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير. أعود لأرحب بضيفي الكريم الزميل العزيز جواد الخرسان. أستاذ جواد، أكيد ردة فعل الإعلام والصحافة أكيد وظيفتها أن تتحدث عن مكامن الخلل في الفريق والأسباب اللي أدت إلى خسارتنا الرابعة، وإحنا نعرف أنه الإعلام والصحافة مو ضد شخص راضي شنيشل إطلاقا ولا ضد شخوص اتحاد الكرة. الأمر واقع حال صار، لكن علينا الآن أن نناقش بمهنية، وهذا ما عرفناه عنك أخي العزيز جواد، لك الكلمة تفضل. شكرا لك زميلي. حقيقة فيما يتعلق بمباراتنا مع الإمارات، هذا كانت للأسف طبعا هو البسمار الأخير في نعش الحلم العراقي، اللي هذا الحلم التأهل إلى نهايات كأس العالم. للأسف هذا السيناريو أيضا انتهى وراح يعني تكرر عن السيناريوهات السابقة، وعلينا أن نحسب 4 سنوات أخرى حتى يعني نقدر نعدل 1922. فعلا يعني ألقت بظلالها أستاذ محمد، ألقت بظلالها على الشارع، على الجماهير، على الإعلام. أنت تعرف كل زين وبدون يعني مجاملات، أنه إحنا كإعلام
كنا جهة ساندة جدا إلى سواء للمنتخب أو للمدرب راضي شنيشل. وقفنا معه في كل الأمور اللي كان يعني اللي كان هو محتاجها في عمله، من خلال أنه المساندة المعنوية، من خلال أنه إحنا كنا نداعي الاتحاد، نداعي الدولة بأن تسند المنتخب في هذه المهمة. لكن للأسف أنه تبخر هذا الحلم. والبعض قد يكون هنالك البعض من يعلل أو البعض من يقول أنه من جماعة الاتحاد أو من حتى إذا كان كابتن راضي أو الكادر المساعد أنه لا زال أمل، أكو يعني مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى إذا فعلا يحتاج معجزة، وإحنا في العراق ما أعتقد في ظروف هكذا وهكذا فريق وهكذا كادر تدريبي ممكن تتحقق المعجزة. لذلك علينا أنه نؤمن ونيقن أنه خلاص الحلم انتهى، وعلينا أيضا انتظار 4 سنوات أخرى. نعم أستاذ جواد، يا ريت يعني نتحدث الآن عن بعض الأمور اللي يمكن أدت إلى تعكير صفو الإعلام وراضي شنيشل. للأسف الشديد يعني خلق بعض العداء ما بين عدد كبير من الزملاء الصحفيين والإعلاميين في الوقت اللي مدرب المنتخب يجب أن يكسب الكل ويجب أن يتسع برحابة الصدر للاستماع إلى كل وجهات النظر. فأريد تعليقك باختصار لأنه عندي أسئلة كثيرة لك أستاذ جواد. فعلا فعلا انا مثل ما ذكرت لك زميلي انه كان الاعلام هو جهه سانده جدا مع الكابتن راضي شنيشل، ويعني في كل اموره في كل الامور اللي كانت تتعلق بعمله. لكن للاسف ما كان هنالك اي يعني تعاون، كانت هنالك يعني بعض المشادات بعض الحديات مع الجانب الاعلامي في الوقت الذي الجميع يعلم انه الاعلام هو عباره كالمثل الذي يقول انه الاعلام كالحجر، اذا سقطت عليه انت تتاذى واذا سقط عليك يأذيك. لكن رغم هذا الاعلام العراقي كان جدا جدا يعني مساند، وهذا ما شفناه من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال الصحف، من خلال الفضائيات، في اي مكان يحل المنتخب. زميلي العزيز يعني في رحله المنتخب الاخيره اللي للامارات اتحاد الكره ما اصطحب اعلاميين، لذلك بعض زملائنا الاعزاء تحياتنا لهم يعني على نفقتهم الخاصة راحوا ويا المنتخب إلى عمان إلى الأردن وإلى قطر. وللأسف طبعا هناك حدث معهم مشكلة أنه تركوهم في قطر، ما أخذهم الاتحاد ولا استخرجهم الفيز لدعم المنتخب في الوقت اللي هم جهة ساندة والكل يعتمد عليها. أستاذ العزيز، في كل اللقاءات في كل التصريحات سواء كان رئيس اتحاد او اعضاء الاتحاد يقولون انه الاعلام هو شريك اساسي في عملنا، لكن في هذه الامور للاسف ما يؤسف الى فعلا انه يتخلوا عن الاعلام بالوقت اللي هم يعني في هذه الوضعيه، لكن من يحتاجون الاعلام لا، ذاك الوقت الامور تختلف. طيب استاذ جواد، الان بما نتحدث عن الاتحاد فنذهب الى قضيه حتى نناقشها بمهنيه. الاتحاد بين نارين، نار يقول لك انا اذا اقيل راضي لازم ادفع كل مستحقاته لان هو موقع عقد ويا 3 سنين، وبالتالي الغرامات المترتبه اذا اصر راضي شنيشل على ان ياخذها من الاتحاد تبلغ 700 مليون دينار، والاتحاد يقول لك انا ما عندي فلوس. ومن النار الاخرى انه اكو ضغط جماهيري اعلامي شعبي على عدم ابقاء راضي شنيشل. الآن ما هي السبل التي تؤدي إلى الخروج من هذه الأزمة برأيك أخي؟ أستاذ العزيز، فعلا أنت أصبت كبد الحقيقة في هذا السؤال. العقد عقد الكابتن راضي مع الاتحاد هو لمدة 3 سنوات، وهو بالمؤتمر ذكر قال أني أخذ بالشهر 50,000 دولار. إذا الاتحاد الآن أقال الراضي شنيشل على الاتحاد أن يدفع هذه المبالغ لراضي وليس لراضي فقط، وإنما حتى إذا أقال الكادر التدريبي المصاحب له يعني الذين يتقاضون شهريا 10,000 دولار، فهذه كلها المبالغ على الاتحاد أن يدفعها في الوقت الذي الاتحاد يعلن أنه سفرياته هي استدانة يعني ديا يأخذها وكذا في سبيل المشاركات. بقت مسألتين سيد العزيز. نعم. يعني أطلع علي أن رئيس الاتحاد بالتصريح يقول أنه إحنا راح نشكل لجنة وراح نبحث أسباب الخسارة.
هذا اي كلام. يعني احنا بحثنا اسباب الخساره وجدنا انه المسبب منه، شنو هذا اللي راح يعالج؟ هذا هاي عمليه ذر الرماد في العيون استاذ محمد، انه عمليه ايضا امتصاص نقمه الشارع الرياضي. استبدال راضي شنيشيل، في هذه المرحله مثل ما ذكرنا انه اولا راح يكلف خزينه الدوله، بالاضافه الى هذا خزينه الاتحاد الخاويه، بالاضافه الى هذا انه انت الان ستضطر الى انه تستعين بمدرب محلي ايضا. نعم. يعني وبصراحه اقول لك يا استاذ محمد، انت المدرب المحلي، اي مدرب محلي حاليا موجود ما يقدر يسوي شيء، تستعين به صح. ما راح كل شيء يقدر أكيد. يسوي أكيد. يعني لا يصلح العطار ما أفسده الدهر صحيح. يعني اي نعم، اي مدرب الان يتفقون عليه ما راح يسوي شيء. لذلك جاء تصريح رئيس الاتحاد بانه راضي شنيش الباقي في مكانه. ليش؟ لانه عفوا الفرصه احنا فقدت من عندنا. الراضي ذكر في المحضر المؤتمر اللي حضرناه قال انه انا يعني ما متعهد ومطي كلام انه انا اصعد الكأس العالم، لكن انا راح اعد فريق للفتره المقبله خلال هذه الثلاث سنوات، يعني على اعتبار انه هنالك بطوله اسيا اللي راح تصير بالامارات، فلذلك الاتحاد راح يبقى متمسك براضي. يعني بعد اذنك الكريم نعم، يعني الله يخليك، الرجل يريد يعد فريق لثلاث سنوات، نص أعمار منتخبنا 30 سنة، هاي واحد. اثنين، في دول عينك ايش وقت راح يستقر على تشكيلة؟ احنا لعبنا 5 لعبات بالتصفيات، مو 5 تشكيلات لعب زين. يعني هذا الرجل، يعني اني بصراحة ايضا اتساءل عبر منبر البرنامج واقول له متى ستتفق على تشكيلة تمثلنا في مباريات، لان واحدة من العوامل المهمة هو الانسجام. طيب إذا أنت تجيب لاعبين وتخوض بيهم مباريات تجريبية ونصرف عليها فلوس وبالتالي تقعدهم كلهم اللعبتهم وتجيب لاعبين ما اشتركوا، طيب هذا مو تخبط؟ زين وين التخطيط؟ وين اللمسة؟ وين اللمسة؟ الفريق صار لوياك حتى يعني نقول 3 أشهر، 3 أشهر لعبت وياك كم مباراة؟ ما بين تجريبية وما بين رسمية، الفريق ما قدم إلا مباراة أمام اليابان وهاي بشهادة الجميع، وشوط واحد أمام السعودية، وأمام تايلند الفريق اللي بصراحة الله يحمنه خلاه نغلب، لأن التايلنديين شفنا سووا بالاستراليين، فأرجو الرد من حضرتك أستاذ محمد. يعني موضوع إقالة راضي شنيشل الاتحاد ما يقدر يقيله، لكن تبقى المسألة شنو؟ تبقى المسألة مثل ما ذكرت هسه بالنسبة، خلنا نأخذ الجانب الآخر، الفريق الإماراتي رغم أنه فاز على العراق وتعززت موقفه والآن هو أصبح من ضمن 4 فرق وعنده فرصة تأهل كبيرة. المدرب نتيجة يعني بعض ضغوطات الشارع مهدي علي، بعض الضغوطات، بعض الزعل من الشارع، الرجل قدم استقالته رغم انه الان هو يتخلف عن مصدر المجموعه بنقطه واحده وامله أكيد. كلش كبير. بقت المساله انه انا اعتقد انه الكابتن راضي مدرب جيد ومدرب احترافي، واكيد راح ياخذ انه بنظر الاعتبار مثل ما ذكرت حضرتك انه رؤيه الشارع او قناعه الشارع، اذا كان الشارع الان دا يطلع وتقارن دا تقول احنا يعني ما نريد راضي كذا، اعتقد راضي يقدم هو استقالته لانه تاريخه كبير كلاعب كمدرب محترف كذا، فاعتقد ما اعتقد يقبل يفرض نفسه على انه كمدرب رغما عن عدم قناعه الشارع، فهذا الحل الوحيد. اما الاتحاد يقيل راضي فصدق يا استاذ محمد الاتحاد ما يقدر يتخذ هيك خطوه اكيد، لانه اتخذ هاي الخطوه بس انت جاوبني جواد على نعم. الاستقرار نعم. على التشكيله انا كان سؤالي على التشكيله، الرجل ما استقر على تشكيله، الرجل كل لعبه لعب تشكيله شكل، الرجل يريد يبني منتخب لثلاث سنوات واعمار لاعبين ثلاثينات اكثرهم، فارجو انه تجاوبني على هذا السؤال حبيبي. فهمت سؤالك استاذ العزيز، فهمت سؤالك. لا يعني التشكيلة الان نعم بالاعمار اللاعبين متقدمة، وحتى ممكن حتى دا يريد يشكل منهم فريق او نواة فريق للدورة الاسيوية اعتقد راح يتجاوزون هذه الاعمار. وفعلا احنا شفنا يعني مع احترام الكابتن راضي شفنا تخبط بالتشكيلة، يعني الصور يدعون سولاقة، يدعون ريبير رمزي، بروة، يدعون لاعبين ما اي ذول اللاعبين يدعوهم يجيبوهم كمتفرجين او مشجعين رغم انه يعني خاويه خزينه الاتحاد حتى من بطايق السفر.
لذلك يفترض في هكذا منافسات أن يدخل أي مدرب، يعني راضي أو غير راضي، من يدخل المنافسات يدخل بتشكيلة واثقة، يعني تشكيلة نهائية، يعني ممكن يغير بها شخص أو شخصين. أنت لاحظت اللاعب اللي أيمن حسين اللي نزل في هذه المباراة الحساسة؟ نعم. هذا الولد من التصفيات الأولمبية هو اختفى بعد إصابته مع قطر، يعني صار لأكثر من سنة مباشرة شفناه نزل في مباراة حاسمة وما قدم شيء. فلذلك الآن يعني فعلا المنتخب يعني حق التجارب أصبح حق التجارب للأسف. وخصوصا في هكذا في هكذا استحقاق يا سيد العزيز، أنت ممكن تنزل أيمن أو تنزل أي واحد أو تجرب تشكيلة أخرى كذا في مباريات تجريبية، في مباريات يعني مباريات مهمة، وخصوصا أستاذ محمد مباراتنا مع الإمارات كانت مباراة مفرقية، مباراة مفصلية، ما تقبل القسمة على اثنين. طيب. وبالفعل هذا حصل اللي حصل. طيب استاذ جواد، الان في الدقائق الاخيره من هذا البرنامج يسعدني ان استمع الى حلول، لان احنا الصحافه والاعلام رؤيتنا وحده ونبحث عن مصلحه العراق والرياضه العراقيه، شنو الحلول اللي من وجهه نظرك ان تراها مناسبه للخروج من الازمه؟ يا ريت نسمعها. أستاذ العزيز، الحل الحقيقي واللي ينقذ الكرة العراقية، احنا الآن الكابتن راضي الآن مع احترام له فشل، والمدربين اللي سبقوه اللي ذكرناهم يحيى وأكرم سلمان وحكيم، يعني كل المدربين ما قدموا شيء، فكانوا مع احترامي لهم كانوا أكباش فداء، كل خطأ يصير أو كل فشل يتحمل المدرب ويطلع، وراضي أعتقد هم إذا تحمل هذا الفشل هم يطلع. لكن تبقى يا سيد العزيز، خلينا نكون صريحين من هذا منبركم الحر، أنه الحل الحقيقي والحل الناجز أو الحق ناجع، عفوا الحل الناجع حقيقي اللي يخدم الكرة العراقية هو استقالة الاتحاد. استقالة الاتحاد هي وتشكيل هيئة مؤقتة من الشخصيات اللي الآن هم اللي بالأردن وبقطر، هاي الشخصيات اللي خدمت الكرة العراقية، أنا متأكد هي هذا الحل الرئيسي. لكن هذا الحل يا أستاذ محمد ما راح يحصل، احنا نعرف كل زين الاتحاد الأخوة متشبثين، هسه لو مو نخسر ويا الإمارات ونطلع من كأس العالم، لا لو نخسر من بطولة ما الفرق الشعبية في مدينة نعم. الصدر ما للأسف. أصلا نهائيا للأسف. ما حد يفكر بالاستقالة نعم. لكن يبقى الحل هو اذا فعلا انه الكابتن راضي شنيش استقال وترك الفريق، هذا يمكن شويه يخفف من روع الشارع الرياضي اللي هو الان دا يطالب بهذا. الاتحاد راح القرار اللي راح يتخذه بما حسب التصريحات اللي من اعضاء الاتحاد ومن رئيس الاتحاد قالوا انه راضي باقي لانه بسبب الشرط الجزائي. شكرا اخي العزيز جواد، راح يطلعون بتقارير. شكرا عزيزي استاذ جواد، الوقت داهمنا وشكرا لحضورك، واكيد ارجع واقول قبل ان اذهب الى مشاعر جمهور بابل وزميلنا علي الفتلاوي رصدنا رده فعل الجمهور، ارجع واقول قبل ختام البرنامج انه احنا مو ضد شخص اطلاقا بقدر ما احنا نضع النقاط على الحروف في رده فعل الشارع ومطالبه، وبالتالي نحن لسنا بداعمين لاي اسم، مرحب باي اسم يجي يلقي بنفسه القدره على ان يقود المنتخب العراقي بصوره جيده. مشاهدينا الاحباء، اترككم وتصريحات جمهور بابل الحبيبة اللي حاله حال كل الجماهير البصرة وغير المحافظات، وأصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ملتقانا وإياكم في حلقة جديدة. أحلى تحية من كل زملاء العاملين في استوديو البث في الكنترول في القسم الرياضي، ومن خلفهم المبدع دائما مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى بابل وتصريحاتهم ما بعد مباراة العراق والإمارات، وأنا أقول لكم في ماله. طلباتنا احنا كجمهور رياضي، قالت الاتحاد العراقي باكمله وقالت جميع المدربين والهيئه كافه الهيئه الاداريه مال المنتخب العراقي، يعني وين الاداء؟ كل شيء ما سووه، يعني رئيس الاتحاد صافون ماكو كل شيء، لا دعيم لا امكانيات، ويوميا جايبين لاعب ما منسجم ويا المنتخب العراقي، شنو يعني على شنو؟ على عدنان ليش ما دخله؟
يعني راضي شنيش انت يتفيك بهذا اللعيب؟ الادربي لاعب وعريق بس راح وقته، اكو مدربين غيره جيبونا، ياسر قاسم ماكو، جاسم من هاي اول مره خش قدم اداء، اجيبهم ذول اللاعبين العراقيين المحترفين على شنو؟ انت مكلف ذولا يوميا لاعب جايب جديد ليش شهر كامل تقدر تخلي فريق عراقي منتخب عراقي ينسجم بيناتهم لواعب بيناتهم؟ ليش يعني انت يوميا جايب لك واحد ما يعرف شنو مدى ينسجمون بيناتهم؟ بس عم بخلص الحكي، مخلص الكلام. احنا كجماهير حاجة. كجماهير من محافظة بابل قضاء المسيب نطالب، احنا جماهير رياضية شباب، احنا شباب نطالب قالة المدرب راضي شنيشيل. كجمهور نريد مدرب لياقي، يعني اللواعب واقفين كل شيء ماكو بالملعب، ماكو شيء ماكو مدرب اجنبي يرتكب مستوى المنتخب العراقي. مو 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 فريق، احنا ما عندنا فريق، يعني احنا 30 مليون ما عندنا لواعب، ترى والله جريمة. يعني ادري الامارات مليون ونص عندها فريق يعني محترم، وانا اقول ايش حكي انت راضي شنيشيل؟ انت ايش منتظر بعد؟ انت ايش منتظر؟ شو وقت تبدل؟ لا عندك خطه، لا عندك ايش اسمه اللاعب اللي تعترف بيهم، انت كلهم قاعدهم على المصطبه. ما يصير يعني ما يصير محسوبيه، هذا ابن فلان، هذا لاعب فلان، هذا وانا اقول ايش حكي عني؟ الفريق مهزوز، المدرب مهزوز من اول مباراه احنا واستراليا، وندل على شيء انه ما يدل الاتحاد فاشل، فعيب عليهم الاتحاد والمدرب يبقون على المستطيل الاخضر، فالاشرف يذبون استقاله ويطلعون، واللي عنده غيره من اللاعبين يستقيل ويطلع، لان عيب يلعب في ظل هيك اجواء. اي هاي يعني ابوي صارت بيه جلطه نور الطوب، وحق القران يعني صارت فيه جلطة يومية مدير المستشفى من الرطوبة، يعني الشعب ينتظر الفرحة يومية خسراني، راضي شنيش 16 لعبة فاز بس فوز واحد على تايلند، ما أصدق. يعني كنت متوقعين هيك مستوى؟ ما متوقعين، يعني الفريق طلع، يعني احنا كنا ننتظر الفرحة.